حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية والدولية بعد أهم العناوين. نبدأ من المدى. العراق خسر نحو 2 مليار دينار في 18 شهرا بسبب سقوط أكثر من 70 برجا للطاقة. أما في الزمان، مختص بالمناعة، التطعيم وسيلة مثالية لاكتساب المناعة من كورونا. اقرأوا في العربي الجديد: قتل وإصابة 23 مراسلا إيرانيا بحادث انقلاب حافلة. القدس العربي: إيران تقول إن أمريكا سترفع عقوبات النفط وواشنطن تنفي التوصل إلى اتفاق. في عربي 21: مصر تعين سفيرا لها لدى الدوحة بعد زيارات عالية المستوى. في الجارديان: رئيس إيراني متشدد في انتخابات مرتبة لا يعني عدم التوصل إلى تسوية مع الغرب. نقرأ من وول ستريت جورنال: الاستخبارات الأمريكية تتوقع سقوط الحكومة الأفغانية بيد الطالبان. ونبدأ مشاهدينا الكرام من مقال الكاتب عبد الرزاق محمد الدليمي في موقع مجلة الجاردينيا، الذي قال فيه: ظهرت في السنوات الأخيرة تصدعات في احتكار القوى المحكمة لوسائل الإعلام بسبب عجزها عن الاستمرار بأكاذيبها واستهتارها بالرأي العام العراقي الذي ما عادت تنطلي عليه الخزعبلات بحسب تعبير الكاتب، ولا سيما بعد أن أصبحت نسبة مهمة من العراقيين ولا سيما الشباب لديهم اطلاع على وسائل الإعلام العالمية المتاحة ليلا ونهارا كالإنترنت وما يوفره من فرص استثمار مواقع التواصل الاجتماعي. أدت الأوضاع الكارثية التي ابتكرها المحتلون في العراق منذ 9 نيسان عام 2003 إلى اختلالات في كل مرافق حياة المواطن العراقي، ولعل أخطرها هي الفوضى الإعلامية، حيث شجع المحتلون كل من هب ودب على تأسيس وسائل الاتصال، 265 صحيفة ورقية وعشرات المحطات الإذاعية وأكثر من 60 قناة تلفزيونية. والملاحظ على الغالبية العظمى من هذه الوسائل أنها مملوكة للأحزاب والأشخاص الذين جاءوا خلف بسطال الاحتلال، وأصبحت تعبث بعقول وعواطف الشعب وتوجهه إلى مزالق الطائفية والعنصرية والمناطقية والعشائرية، في ذات الوقت الذي تحاول تغييب الضمير الوطني وحب العراق وتاريخ العراق وهويته الفكرية والحضارية التي طالما كانت تشكل الأساس المادي والاعتبارية لكل العراقيين. لقد أدت وسائل الإعلام المؤدلجة في تأجيج الانطباعات السلبية عبر عملية الاستئثار بأغلب البيئة الإعلامية، فهذه الوسائل تظل إما أدوات للحكومات العميلة أو أنها تسبح في فلكها. وكقاعدة عامة تعمل وسائل الإعلام في العراق بالتواطؤ مع قوى إقليمية مسيطرة للحفاظ على المظهر المزيف للوفاق الاجتماعي الداخلي والتضامن الوهمي في وجهات نظر العراقيين، وفي الوقت نفسه تدافع بغير وجه حق عن المتسببين والمشاركين في الأوضاع البائسة والذين يخدمون بأفعالهم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة والنظام الحاكم في طهران. وأضاف الكاتب أن وسائل الإعلام في العراق المحتل، على الرغم مما يقارب من عقدين من الزمن من الإخفاق، تعيش في السنوات الأخيرة في خضم مرحلة انتقالية. أهم متغيراتها ظهور تيارات وحراك وطني حقيقي مع بروز تيار إعلامي وطني مناهض للاحتلال في الداخل والخارج وإعلام الشتات، ويستهدف العراقيين في كل مكان، وبدأ يطرح الخطاب الإعلامي الذي يتناغم مع مطالب الشعب من أجل حقوق أفراده وحرياتهم في الحياة الكريمة. وهذا الواقع الإعلامي الجديد شكل واقعا آخر. الحرائق المتعمدة في العراق صنو التخريب وتوأم الإرهاب، وهي من أدوات ميليشيات الولائية واستراتيجية عملها اليومي، ولن تتوقف ما دام البلد تحت سلطة الحشد ومباركة المرجعية الطائفية. هذا بحسب تعبير الكاتبة باهرة الشيخلي، التي أكدت أن المسلسل التخريبي التدميري في العراق لن ينتهي ما دام هناك فاسدون منتفعون.
يستمر مسلسل الحرائق بالتهام الكثير من الأراضي الزراعية في العديد من المحافظات العراقية مثل ديالى وكركوك وصلاح الدين، تأتي دائما على كميات كبيرة من محاصيل الحبوب الاستراتيجية، وتعزو الجهات الحكومية كعادتها الأسباب إلى درجة حرارة الطقس المرتفعة أو انطلاق شرارة من عوادم السيارات أو إلقاء أعقاب السجائر من السيارات على الطريق، وصولا إلى اتهام تنظيم داعش بإشعال الحرائق في العراق، بينما عزى آخرون اندلاع حرائق بعض المحاصيل إلى جهات تأتمر بأوامر من الخارج. كما أن أهم المشكلات الكبرى هي ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي وكبر حجم الأراضي المزروعة بالمحاصيل وانتشارها من دون فواصل، ومعروفة قابلية الأراضي المزروعة بالقمح والشعير للاحتراق وسرعة انتشار اللهب. لا يستبعد عميد كلية الإعلام الأسبق في جامعة بغداد عبد الرزاق الدليمي أن تكون الحرائق إحدى الأدوات التي تستخدمها الأطراف الخارجية لممارسة الإرهاب العسكري والسياسي والاقتصادي، لتحرق تلك الأطراف وأدواتها علناً المحاصيل وبخاصة القمح والشعير بعد تيقنها من رغبة أغلب المواطنين واندفاعهم لتسليم هذه المحاصيل إلى الحكومة، فيما وجه بعضهم أصابع الاتهام إلى أياد خفية افتعلت بعض الحرائق بقصد الأذى وحرمان الفلاح من جني هذا المحصول الذي يعد استراتيجيا في الأمن الغذائي لأي بلد. تضيف الكاتبة باهرة الشيخلي: ليس بعيدا أبدا أن تكون هذه الحرائق وجها من أوجه الجريمة المنظمة، وهي تستهدف الأمن الغذائي العراقي وعدم الرغبة في تحقيق الاكتفاء الذاتي. فالعراق يتعرض منذ الاحتلال إلى سلسلة من جرائم التخريب والتدمير المقصود، وقد أعلن أن أحدهم قاد منذ وقت قريب زمرة من الأشقياء المسلحين لمهاجمة معمل الحديد والصلب في البصرة. تبين أنه مدير عام سابق فصل من وظيفته بسبب تورطه في الفساد والرشوة، وقد مر الاعتداء مرور الكرام بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، فمن يجرؤ على الوقوف بوجه ميليشيات الجريمة؟ منذ عام 2019 كشفت الحركات الاحتجاجية في العراق التي أطلق عليها اسم ثورة تشرين عن مدى جاهزية جهات حكومية وغير حكومية لإسكات صوت المعارضة وحرية التعبير. لقد تعرض ناشطون ومتظاهرون عراقيون لحملات شرسة ومستمرة من خطاب الكراهية، سواء في العالم الافتراضي أو في الواقع. فلنستمع إلى مقال للكاتبة ربا الحسني في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، نشره موقع راسام للدراسات. عمليات اغتيال النشطاء والمعارضين تصاعدت منذ بداية الحركات الاحتجاجية، ففي العام 2020 أودت سلسلة الاغتيالات بحياة النشطين ريهام يعقوب وتحسين أسامة، إضافة للصحفيين أحمد عبد الصمد وصفاء غالي في البصرة، والناشط أنوار مهوس، والمحامي علي الحمامي في الناصرية، والأستاذ الجامعي أحمد الشريفي، والناشط أمجد الدهامات في العمارة، والباحث هشام الهاشمي في بغداد، والناشط هوري كردي في أربيل، وآخرون كثر. بالموازاة تشمل أيضا قائمة المختطفين عددا من الأكاديميين والصحفيين والمحامين. وتعد واقعة اختطاف 150 أكاديميا وموظفا قبل سنوات مثالا على ذلك، والتي أجبرت وزير التعليم على إغلاق الجامعات والكليات آنذاك. بالإضافة لذلك، فقد أدرجت نقابة المحامين العراقية 194 من أعضائها ضمن قائمة الذين اغتيلوا أو قتلوا في هجمات مسلحة منذ العام 2003، 60 منهم لا يملكون تاريخا أو سبب وفاة محدد، ما يثير احتمالية أن يكون بعضهم قد اختطف قسرا. تواصل النخبة السياسية العراقية بإرسال رسائلها في نهج سياسة إسكات الناشطين والصحافيين والأكاديميين وحرية التعبير عبر الإنترنت، إذ تهدف هذه النخبة فضلا عن فروع الميليشيات إلى السيطرة على الروايات العامة وإعادة تشكيلها ليصبح التفكير النقدي ونشر المعرفة وحرية الرأي في خطر.
الكاتب ياسر عبد العزيز كتب في مقال نشره موقع عربي 21: شهدت الأمة العربية موجات غضب شعبي تراوحت بين التعبير عن الغضب والانتفاضة والثورة على التدرج أو التوصيف. وبحسب نظرة المحلل أو الكاتب، فقد بدأت من تونس لتتلاطم أمواجها في مصر وتكون تسونامي يهز كلا من سوريا وليبيا واليمن، وتأسس على إثر تلك الموجات ناد مناهض تحت عنوان الثورات المضادة، استطاع أن يخمد تلك الثورات بخطة وخلطة واحدة بحسب تعبير الكاتب. لا تزال تلك الخلطة تحضر وتقدم للشعوب في موجة الربيع العربي الثانية التي شملت السودان والجزائر والعراق، تلك الشعوب التي خرجت ثائرة وقدمت دماءها فداء للحرية والعدالة الاجتماعية وتداول سلمي للسلطة. خرجت الشعوب في الربيع العربي بصدورها العارية لتقابل بالرصاص في الأغلب وبالمطاطي في أضيق الحدود، لأن الميليشيات القابضة على مقدرات بلادها لا تقبل بأن ينازعها أحد في قوتها، ومن ثم لا تقبل أن يحاسبها أحد. فتأديب من تجرأ قرار اتخذ من بدء الخليقة ولا يمكن التراجع عنه، وإثخان القتل مدعاة لإخافة العامة والانفراد فيما بعد بقادة أي حراك. وهناك من دفع لاتخاذ السلاح وسيلة للتغيير كما هو الحال في كل من سوريا وليبيا، وهي خيارات لا تشترى ولكن تدفع إليها الأنظمة الدموية. وفي العراق كان اغتيال إيهاب الوزني رسالة سبقتها رسائل عدة للناشطين وثوار تشرين، لكن رسالة اغتيال الوزني الذي قرر خوض الانتخابات التشريعية في العراق كوسيلة إبداعية لاستكمال النضال الثوري الذي بدأه مع ثورة تشرين كافية لكل التجمعات الثورية التي اختارت أن تجرب الولوج إلى جحر الضب. ولمن لم يعي الرسالة، كان تفجير منزل حسين الغرابي أبرز ناشطي التظاهرات في ذقار ومؤسس حزب البيت العراقي كرسالة تأكيدية على أن العصبة الحاكمة في العراق وميليشياتها وأجندتها لن تقبل بغريب في بيتها، فالمنظومة أغلقت على نفسها الباب وتعيد تدوير الوجوه لكي لا يمل المشاهد، غير مدركة أن المشاهد قال رأيه في تشرين عام 2020 وأغلق هذا المسلسل الممل وأصبح لا يشاهده، بل قدر أن يغيره. تتنوع إذن أساليب القمع للأنظمة الميليشياوية في عالمنا العربي للمعارضين، فالأنظمة الميليشياوية لا تقبل بأي حال من الأحوال أي صوت معارض غير ذلك الذي صنعته مخابراتها أو مخابرات الدول التابعة أو الداعمة لها، فلا تسقط أنظمة بها معارضة من جدول تصنيف الأنظمة الميليشياوية، ولا تغتر بذلك الصوت الذي يصرخ في مكبر صوت إذاعة أو تلفزيون منددا بواقعة ما أو قرار ما، ولا تظن أن هذا النائب المختار على عين الأجهزة الأمنية في تلك الأنظمة يمكن أن يمثل صوت الشعب الحقيقي. ما الذي جعل الإسبان يتداولون يوم الجمعة الماضي وعلى نطاق واسع نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز للبحوث الاجتماعية أظهر أن نحو 20% من الليبريين يرون أن منطقتي سبتة ومليلة ستكونان في غضون العقدين المقبلين جزءا من المغرب، أو بمعنى آخر ستعودان إلى المغرب الوطن. قد يرد البعض أن لا سبب خفيا وراء ذلك، فالجهة التي أجرت هذا الاستطلاع لا علاقة لها بمواقف الحكومة الإسبانية ولا بتوجهاتها السياسية، ولكن أليس غريبا أن يتزامن ظهور هذا الاستطلاع مع بلوغ الخلاف بين مدريد والرباط أعلى درجاته؟ هذا تساؤل الكاتب نزار بولحية تحت عنوان متى يستعيد المغرب سبتة ومليلة؟ إن ما جرى في صورة كاريكاتيرية هو أن مدريد وجدت نفسها مضطرة لإعادة الكرة إلى المرمى الأول أي الصحراء، بعد أن فوجئت في وقت سابق أن المغرب بدأ بالتفكير في رميها أشواطا أبعد مما تصورته وهي حدوده الشمالية معها.
وبغض النظر عما قاله البرلمان الأوروبي تعليقا على ما جرى حينها أو عما إذا كان السماح لآلاف القُصّر بالمرور إلى جزء من تراب بلادهم مقبولا أم لا، فإن ما حدث في سبتة من 18 من الشهر الماضي حين تمكن ما يقرب من 5000 مغربي من دخول المدينة المحتلة بعد أن خففت السلطات قيود العبور نحوها شكل صدمة كبرى لإسبانيا، لأن يكون من السهل أن تتعافى من آثارها ومضاعفاتها. والمؤكد أن الأسبان فهموا الدرس جيدا واستوعبوا الرسالة التي وجهها المغرب لهم من خلال تلويحه باستنساخ المسيرة الخضراء التي أطلقها الملك الراحل الحسن الثاني في السبعينيات نحو الصحراء، لكن في اتجاه البلدتين المحتلتين في الشمال المغربي هذه المرة. سيكون مستبعدا جدا أن يكتفي المغرب بالصمت إذا أخلت إسبانيا بتعهداتها، وربما ستفيده تلك الخطوة في الكشف بوضوح عن الدول التي تتظاهر بالدفاع عن حقوق الشعوب ولكنها تؤيد استعمار إسبانيا جزءا من أراضيه، غير أن ما سيبقى ثابتا هو أنه لن يسترد المغاربة تلك المنطقتين إلا بحرب طويلة الأمد قد تستمر أجيالا وأجيالا، وربما تتجاوز حتى الزمن الذي توقع 20% من الإسبان في ذلك الاستطلاع أنه سيكون كافيا لأن تعود فيه إلى الوطن الأم. خلص تقرير للمخابرات الأمريكية أن الحكومة الأفغانية ستسقط بيد طالبان في غضون 6 أشهر بمجرد اكتمال الخروج الأمريكي من أفغانستان. يستبعد التقرير الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال التقييمات الأكثر تفاؤلاً التي أجريت من قبل، وذلك بعدما حققت قوات طالبان تقدماً كبيراً ضد الحكومة الأفغانية في الأسبوع الماضي. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية لم تسمهم دحضهم ترجيحات سابقة بأن الحكومة الأفغانية ستبقى على قيد الحياة لمدة 2 بعد خروج الولايات المتحدة، وأوضحوا أن الجدول الزمني لبقاء الحكومة دون انهيار أصبح الآن يتراوح ما بين 6 شهور إلى 1 عام. ووصلت الاستخبارات الأمريكية إلى تقييمها الجديد للوضع في أفغانستان بالتزامن مع إعلان الجيش الأمريكي اكتمال أكثر من 50% من عملية انسحابه للوفاء بالموعد المحدد الذي حدده الرئيس بايدن، والذي ينص على خروج جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 من سبتمبر أيلول المقبل. وتخوض القوات الحكومية الأفغانية حاليا قتالا عنيفا مع طالبان في مدينة قندوز الشمالية الرئيسة بعد أن سيطرت الحركة على المعبر الحدودي الرئيس مع طاجيكستان، كما يستمر القتال العنيف في ضواحي مزار الشريف رابع أكبر مدينة في أفغانستان. بحسب الصحيفة الأمريكية فقد شهد الأسبوع الماضي استسلام العديد من القوات الأفغانية لحركة طالبان مع تداول صور ومقاطع مصورة في وسائل التواصل الاجتماعي تؤكد أن مقاتلي الحركة المتطرفة استولوا على مخزونات كبيرة من المعدات والمركبات العسكرية. شهدت حديقة حيوان أوينو بطوكيو ولادة 2 من حيوان الباندا لأول مرة منذ 4 سنوات. قد ذكر الموقع الإلكتروني للحديقة أن الباندا العملاقة شين شين وضعت التوأمين بفارق 1.5 ساعة، ولم يتحدد جنسهما بعد ولم يسميا. وذكرت الحديقة في بيانها في موقعها الخاص بالباندا أن جميع العاملين يتعاونون في مراقبة الباندا العملاقة الأم والطفلين وحمايتهم. وأوضح البيان أن وزن أحد المولودين قد بلغ 124 جراما ولم يعرف وزن الآخر، ويعادل طول كل منهما طول الكف تقريبا بحسب صورة نشرها الموقع. قبل الختام مشاهدينا نبقى مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية.
لهذا. مشاهدينا الكرام، تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، يوم السبت المقبل إن شاء الله نلتقيكم في صدى أقلام جديد في رعاية الله.